مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. في موضوع مهم جدا جدا عايزه اكشفه ليكم النهارده. النهارده هخليكم تتفرجوا معايا على شويه فيديوهات، علشان عايزين نوثق كده شويه حاجات، علشان من الواضح ان في حاجات بتتقال غلط او بتوصل غلط. طيب انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن ابروشيه مطاي، وهتكلم عن قرية كوم مطاي التابعة لنيافة الأنبا جوارجيوس، وتحديدا ماذا يحدث بداخل كنيسة ماري مرقس بكوم مطاي. في حاجات كتيرة جدا حصلت، والنهاردة تحديدا في حاجات برضو حصلت، وهنطلع عشان نوثق لكم بالصوت والصورة الشعب الغلبان، الشعب البسيط المغلوب على أمره، شباب واطفال وناس كبار في السن. خمس اتوبيسات النهارده طلعوا من قريه كوم مطاي، دي تابعه لمحافظه المنيا يا جماعه اللي ما يعرفهاش، يعني قريه كوم مطاي دي تابعه لمحافظه المنيا. خمس اتوبيسات طلعوا علشان حصل قبل كده ان تم طرد الكاهنين اللي هم مرسومين على كنيسه ماري مرقس بقريه كوم مطاي. الكاهنين ابونا انستاسي قعد 27 سنة خدمة في الكنيسة، وابونا ابانوب قعد 25 سنة خدمة في الكنيسة. تخيلوا بعد خدمة 27 سنة ورب اجيال ورب يعني ناس كتيرة جدا، وكان بيحل المشاكل وكان بيفتقد البيوت وكان بيشوف مشاكلهم ايه، 27 سنة ابونا انستاسي و25 سنة ابونا ابانوب. ابونا انستاسي صباح شفيق وابونا ابانوب. في حاجه حصلت في يوم طرد الكاهنين، تعالوا نشوف رد فعل الشعب ايه. كان رد فعل الشعب كان يوم اسود وحزين عليهم، وكانوا بيصوتوا وبيصرخوا وبيعيطوا ان هم عرفوا ان الاب الكاهن بتاع الكنيسه تم طرده من البلد كلها، الاثنين ابونا انستاسي وابونا ابانوب. تعالوا نشوف الشعب عمل ايه في اليوم ده. كان بيصلي يا رب ارحم. قولوا كريا ليسون ويا رب ارحم. ده مين؟ الشعب اللي هم مطلعين عليهم شائعات ان هم بيعترضوا الكهنة بتدخلش الكنيسة، اللي هو الكاهن المنتدب يعني اللي كان هيعمل لهم قداس، بيعترضوا ليه في الشارع وبيهددوه وي 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 وي. بيقولوا كريا ليسون ويا رب برحة. اخر حاجة بيعملوها هيعملوا ايه؟ بيصلوا في الكنيسة. هو ده شعب بيعمل مشاكل، ولا شعب عايز مشاكل، ولا بتاع مشاغبات، ولا مطلعين عليه صيت ان هو بلطجي وبيهدد الناس في الشارع وكمان اباء كهنه؟ استنوا بس يا جماعه، استنوا بس، الخمس اتوبيسات راحوا فين؟ هقول لكم دلوقتي. تعالوا نشوف بقى اليوم اللي تم طرد فيه الكهنه، ايه اللي حصل؟ شوفوا بقى الستات والشعب وبتلطم وبتعيط وبتصوت. هو ايه اللي حصل؟ الناس اتفاجئت ان تم طردهم من الكنيسه. بصوا بيصوتوا ازاي؟ Thank you.
زي ما انتوا شايفين كده الشعب كان في حالة من الحزن والغضب في نفس الوقت ان الكاهنين تم طردهم من البلد كلها، مش من الكنيسة بس، وكانوا قاعدين في بيت الكنيسة علشان في ابونا ابانوب تقريبا جاي من بني سويف فملوش مكان في المنيا، فكان قاعد في بيت الكنيسة. ابونا ابانوب تم طرده كمان من البلد كلها، ما كانش ليه بيت اصلا في كوم مطاش، ده ابونا ابانوب وابونا انستاسي كمان. فيا جماعة الشعب اتفاجئ ان تم طردهم من البلد كلها، مش من الكنيسة بس، لا من البلد كلها. فكان الشعب في حالة صدمة وصراخ وعياط، قعدوا معاهم 27 سنة الاباء الكهنة الافاضل خدموا في الكنيسة 27 سنة. تخيلوا لما واحد يخدم سنين طويلة وفجأة بدل ما نقول لهم شكرا، لا ده احنا مشيناهم بطريقة مهينة. طيب تم وقف الكاهنين عن الخدمة، و ايه اللي حصل تاني؟ اخر بقى التطورات في ازمة الكاهنين هو ابونا انستاسي وابونا ابانوب بقرية كوم مطاي عند نيافة الانبا جوارجيوس. الكنيسة اللي هو يعني البابا عمل استدعاء للكاهنين وسمعت شكواهم، وعملوا لجنة مجمعية. اللجنة المجمعية كانت مكونة من النائب الباباوي للصعيد اللي هو نيافة الانبا بخوم، ونيافة الانبا يوليوس، ونيافة الانبا غبريال اللي هو اسقف بني سويف، ونيافة الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس. اربعة كانت لجنة مشكلة من البابا علشان يسمعوا المشكلة بتاعت قرية كوم مطاي. قعدوا مع الاسقف نيافة الانبا جوارجيوس، وبعدين تم استدعاء الكاهنين ابونا انستاسي وابونا ابانوب، وبالفعل قعدوا مع دول. طيب ايه اللي حصل تاني؟ ايه اللي حصل تاني؟ كان في بقى وعد من اللجنة. اللجنة استمعت نيافة الانبا جوارجيوس واستمعت الكاهنين. اللجنة اخذت قرارات او اخذت حاجة من الحاجات، وعدت ان الكاهنين هيرجعوا، ده كان وعد من اللجنة. طيب ايه اللي حصل تاني؟ ايه اللي حصل تاني؟ ايه اللي حصل تاني؟ في حاجات كتيرة جدا حصلت. طبعا احنا اتفاجئنا ان نيافة الانبا جوارجيوس قعد تقريبا 11 يوم في دير الانبا بشوي، مش خلوة ولا حاجة، يعني كان قاعد 11 يوم في دير الانبا بشوي. يقولوا لنا بقى كان قاعد في دير الانبا بشوي بيعمل ايه ال 11 يوم دول؟ وكان في كهنه كانوا عايزين يروحوا يطمنوا عليه وهو مرضاش يستقبل الكهنه وقال ما تجوش. طيب عشان يطمنوا على صحته وكده. ايه تاني حصل؟ النهارده 5 اتوبيسات قريه كوم مطاي علشان يروحوا يقابلوا نيافه الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، لان كان في وعود، كان في وعود ان الكهنه هترجع تاني الخدمه في الكنيسه، كنيسه ماري مرقس بكون مطار. شوفوا بقى الخمس اتوبيسات دي، الاتوبيسات اللي طلعت الصبح من القريه اهي يا جماعه، شايفين الاتوبيس الاولاني اهو، ده الاتوبيس الاولاني، الثاني، شايفين كام اتوبيس طالعين من القريه، وهحط لكم كل الفيديوهات دي اهي، دول طالعين الصبح من القريه، 5 اتوبيسات طلعوا الصبح علشان يقابلوا. 5 اتوبيسات يعني شعب كبير، مش مجرد 1 ولا 2 ولا 10، لا ده عدد كبير جدا بيطالبوا برجوع الكاهنين، عشان ما حدش يقول انتوا عددكم كام يعني، لا ده الشعب كله يا فندم. ممكن نقول 10% بس اللي عاملين مشاكل في الابرشيه او عايزين يسيطروا على القريه، ممكن نقول 10 اللي عاملين الزوبعه دي كلها، 10 من الشباب اللي عايزين يتحكموا في قريه كوم مطاي، هم اللي عايزين بقى يقولوا ده يقعد وده ما يقعدش، ده يروح وده يجي. اوضاع الخدمه بقى في كوم مطاي، كنيسه ماري مرقس الرسول مغلقه تماما بامر من نيافه الاسقف اللي هو نيافه الانبا جوارجيوس، مقفوله. الكنيسه بتتفتح يوم الجمعه ويوم الحد قداس فقط، ويقفلوا الكنيسه تاني، يعني ساعتين زمن وقت القداس ويقفلوا. مهرجان الكرازه السنه دي نيافه الانبا جوارجيوس ليه منعته من كنيسة ماري مرقس بقرية كوم مطاي؟ ليه؟ ذنب الأطفال والشباب يتمنعوا من الخدمة؟ ليه؟ ليه الشباب والأطفال يتمنعوا من الخدمة؟ ومهرجان الكرازة كانوا واخدين 16 كاس أو 17 كاس السنة اللي فاتت في مهرجان الكرازة، يعني قرية فيها مواهب وحاجات حلوة وخدمة كويسة، والآباء الكهنة كانوا بيعملوا بنشاط وحماس
والناس كلها كانت بتحبهم والاطفال والشباب، وفي خدمه حقيقيه 16 كاس او 17 كاس السنه اللي فاتت. السنه دي بقى فين قريه قمة؟ طيب مش موجوده على الخريطه عندكم؟ الشباب والاطفال فين في من الخدمه؟ اوامر من الاسقف ان ما يدخلوش مهرجان الكرازه. طب ليه؟ تعالوا نسمع النهارده الناس عملت ايه. فيديو، تعالوا شوفوا الشعب يا جماعه. شايفين الشعب قد ايه؟ شايفين الشعب قد ايه؟ دول راحوا في قصه العضله المعادي. كل البلد مش عاجبينك؟ الشعب قد ايه؟ عايزين لابونا، عايزين لابونا، دول في كنيسة العذراء المعادي. شايفين العدد قد ايه؟ بصوا الناس قد ايه؟ بصوا الناس قد ايه؟ بصوا الناس. رافعين صور ابونا، راحوا كنيسه العذراء المعادي ورافعين صور ابونا. وبالفعل نيافه الانبا دانيال قعد معاهم ووعدهم ان صوتهم هيوصل للبابا، وعدهم. وفي وعد يا نيافه الانبا دانيال ولازم تنفذه. في وعود في اللجنه ولازم تنفذوها، انتوا وعدتوا اللجنه قبل كده انكم ترجعوا الكاهنين. الوعود نفذوها، مش في تقرير واللجنه طلعت بتقرير؟ امال اللجنه دي راحت قعدت مع نيافه الانبا جوارجيوس ليه؟ ما دام القبرشيه حلوه وفل فش اي مشاكل، قعدوا معاهم ليه؟ بص يا جماعه، بص العيال قاعده في البيوت. مدخولة مدخولة ما فيهاش خدمات يعني، ولا العيال قاعدة في البيوت، مفيش مهرجانات ولا مهرجانات ولا بتنرحل بالصيامات العادة جينا من عند اللمبة دانيال من الطارق خلاص البابا برجوع لبار كان أبونا منوبة أبونا صوص الكنيسة، وسيدنا لمبة جورجيوس منع الأطفال من مهرجان السنة. أنتوا كنتوا جايين منين دلوقتي؟ من عند اللمبة دانيال. تمام. أنت جاي منين يا أستاذة سامي؟ من اللمبة دانيال. أنتوا فين بتعملوا إيه يعني؟ طالب بتاعتنا ترجع عشان الكهنه يرجوهم للكنيسه تكون مطار. يعني لما تبكوا وما تصرف يعني مش علينا. عيال قاعده في البيوت وفي الشوارع ما بيروحوش الكنيسه، ما الكنيسه مقفوله. الكنيسه مقفوله، مهرجان الكرازه السنه دي ما فيش. مهرجان الكرازه ده بيكون فيه كل
الأنشطة اللي تخطر على بالكم في النشاط الصيفي، ترانيم، ألحان، طقس، قراية إنجيل، كتاب مقدس، في بقى مهرجانات تانية في الألعاب، كل الحاجات الخاصة بالأطفال بالشباب، كل دي بيعملوا فيها مسابقات وفي الآخر بيتعملوا تصفيات، دي مهرجانات الكراز. طبعا أنا بشكر نيافة الأنبا دانيال إن هو يعني قعد مع الشعب النهاردة وقال لهم وعدهم يعني إن ممكن يكون في لجنة بعد كده عشان تسمع الشعب في كوم مطاي، وهيوصل صوتكم للبابا. أهم حاجة نوصل صوتكم للبابا علشان إحنا عايزين الأوضاع تتحل. الشائعات مروجنها أنصار الأسقف إن الشعب بيهدد الآباء الكهنة المنتدبين عشان ما يعملوش نهضة العذراء ولا يعملوا قداسات. راحوا سألوا أبونا المنتدب أبونا أندراوس تقريبا، سألوه هل إحنا بنهددك بنعترضك في الشارع ولا أي حاجة بنقول لك ما تدخلش الكنيسة؟ قال لهم لأ. يطلع أبونا وينفي، يطلع أبونا ويقول لأ بيهددوني، عيب انكم تطلعوا ان الشعب ده بلطجي، الشعب المغلوب على امره، الشعب اللي بيقول كيريا ليسون ويا رب ارحم، عيب. دول اهاليكم، واللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد، عيب. مجموعه الشباب اللي ماسكه صفحه الانبا جورجيوس رجل الصلاه، انتوا صفحه مجهوله، انتوا بتعبروا عن نفسكم، انتوا بتحطوا شويه صور وشويه فيديوهات، بتكلموا مين؟ بتجاملوا الاسقف؟ ماشي شكرا، عرفنا انكم تبع الاسقف، لكن احنا عايزين حل المشاكل. طلعوش الايجابيات بس، ايه هي الايجابيات؟ الاب الاسقف يروح يحضر في كنيسه قداس، يعملوا له ترنيمه، يعملوا له تمجيد، يعملوا له مش عارفه ايه، حلو جميل. ما هو كل ده عمل الاسقف الطبيعي، يزور كنيسه، يدشن كنيسه، يفتح مش عارفه ايه، يروح فين، ما هو ده طبيعي، دي حاجات طبيعيه. انما المشاكل حلتوها في الابروشيه بقى ككل، في مشاكل في الابروشيه، هل انتوا حلتوها؟ لا. الـ اي اعضاء من الصفحه بتاعت الانبا جورجيوس رجل الصلاه اللي داخله عندي وبتشتمني وتهددني، انا بعمل بلوك على طول، ولا عايزه اشوفكم خالص عندي في الصفحه. انتوا بتدخلوا تتنمروا عليا وتشتموني وخلاص، شكرا، عرفت انتوا بقى عايزين ايه. اتهامات باطله، انت مدفوعه الاجر، انت مموله، انت مش عارفه ايه، ولا جابولي اي دليل ولا اي حاجه. واحنا ياما اتكلمنا قبل كده على مشاكل كتير، وانتوا اول ناس نتكلم عنكم؟ هو انتوا فاكرين انتوا اول حد نتكلم عنه؟ ما احنا ياما اتكلمنا قبل كده، ايه المشكله؟ لكن انتوا بينتوا اخلاقكم للناس، بتشتمهم، بتتنمرهم، هو انتوا بتدافعوا عن الاسقف بالشتايم؟ يبقى دي تربيتكم بقى. ولا اسمه ابانوبس حق، انا قلت اسمه هو في البث، انا عملت لك بلوك لانك انسان مش متربي. انا عملت لك بلوك اللي اسمه ابانوب اسحاق، انا ما اعرفكش وما اعرفش حد هناك خالص، انا ما اعرفش حد هناك خالص، وما ليش علاقه شخصيه باي حد. انا في مشكله، ناس استغاثت بعتوا لي فيديوهات انا ما اعرفهمش، قالوا لي احنا حصل عندنا كذا وكذا وكذا، ممكن تتكلمي عن مشكلتنا؟ قلت لهم ماشي. معاكوا وثائق؟ قالوا معايا وثائق. قلت لهم حلو، في وثائق نتكلم، ما فيش وثائق ما نتكلمش. قال احنا لو شفنا يعني حاجه بالعقل كده، اصل يا جماعه الظلم وحش، والاحداث بتتكلم عن نفسها، الصور والفيديوهات بتكلموا عن نفسه، احنا ما جبناش حاجه من عندنا. هو لو الكاهنين دول عملوا حاجه الشعب ده كله هيدافع عنه؟ لو الكاهنين دول بتوع مشاكل الشعب ده كله هينزل 5 اتوبيسات النهارده عشان يدافعوا عنه ويرفعوا صورهم في كنيسه المعادي لنيافه الانبا دانيال اللي قاعد معاهم علشان يسمع هم عايزين ايه ويحل مشكلتهم ويقول لهم صوتكم هيوصل للبابا؟ احنا بنشكره ان صوتهم هيوصل للبابا، بشكر نيافه الانبا دانيال ان قعد معاهم الصراحه، وكويس انك قعدت معاهم وسمعت الشعب الغلبان المغلوب على امره ده، هيروح لفين؟ هيروح لمين تاني؟ هيروح لمين تاني عشان يستغيث بقى؟ الشعب هرب لطوايف التانية، الشعب هرب وطفش، عايزين يقعد في الشارع العيال الصغننه ويحصل بقى حاجات جريمه بقى وخناقات وحوادث وي 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 وي. ما انتوا قافلين الكنيسه. الشعب كوم مطاي النهارده ما دخلش مهرجان الكرازه ليه؟ ذنبهم ايه؟ الشعب طلع يبكي. ارحموا الناس. لاول مره في تاريخ الكنيسه ان الاسقف يمنع الاطفال والشباب من مهرجان الكرازه. ادوني مين اللي عمل الحته دي قبل كده؟ ادوني مين اللي عمل الموضوع ده قبل كده؟ لأول مرة في تاريخ الكنيسة أسقف يقفل كنيسة خالص
ويمنع الشباب والاطفال من دخول مهرجان الكرازة. يقول لهم لا انا مش عايزك الكنيسة دي خلاص، تشترك في اي حتة. هو بالاهواء يا جماعة، الكنيسة بتشتغل بالاهواء يا جماعة. يا جماعة ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ما بنيجي نتكلم بتزعلوا، بتزعلوا ليه؟ ما احنا بنقول وقائع، بنقول حقائق. ان الشعب عايز سلام وعايز يرتاح. الشعب تعب، ده راح بنفسه 5 اتوبيسات لحد من المنيا، سافر من المنيا للقاهرة عشان يقابل نيافة الأنبا دانيال عشان يوضح له الصورة. الشعب بنفسه بقى عشان يوريه الشعب عايز الآباء الكهنة ازاي، ومن حق الشعب اختيار رعيه. والبابا أكد بالذات عند رسالة الكاهن، من حق الشعب ان هو يختار الأب الكاهن بالذات، قال بالذات الأب الكاهن، من حق الشعب اختيار رعيه. والشعب كله بيطالب برجوع أبونا أنستاسي وأبونا أبانوب، وهحط لكم الفيديوهات النهاردة وهوضح أمور كتيرة تاني. لسه في كواليس كتيرة ما اتقالتش وعارفينها من فترة، بس احنا ما رضيناش نقولها. يعني احنا عارفين حاجات كتيرة جدا ومتابعين حاجات كتيرة جدا من فترة، بس احنا ما رضيناش نقولها. احنا كنا عايزين الأمور تتحل.